ما زلنا مشاهدينا مع مبادرات جمعية الهلال الأحمر الكويتي اللي ما تتوقف، ومنها ما قامت به الجمعية مع بدء العام الدراسي الجديد بتوزيع أكثر من 200 حقيبة مدرسية والكثير من المستلزمات والأدوات التي قد يحتاجها الطلبة في دراستهم. طبعا هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الأسر المحتاجة لتخفيف العبء عنهم، وإيمانا من الجمعية بأهمية التعليم اعتباره حق أساسي من حقوق الطفل. كل التوفيق لأبنائنا الطلبة بإذن الله. أكثر من 200 حقيبة مدرسية والكثير من المستلزمات الدراسية تم توزيعها على أطفال الأسر المحتاجة في الكويت سعياً من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتخفيف العبء عن هذه الأسر لتجهيز أبنائها للعام الدراسي. بدأ جمعية الأحمر الكويت توزيع لوازم المدرسية على أبناء الأسر المحتاجة مسجلة بكشوفات الجمعية، وهي مبادرة من مبادرات جمعية الأحمر الكويتي لدعم الأسر المحتاجة، وهي سنويا الهلال الأحمر الكويتي حريص أن يوزع هذه اللوازم المدرسية والحقائب المدرسية على الأسر المحتاجة. وإن شاء الله إحنا اليوم عندنا طبعا مثل ما أقول لك عندنا تقريبا هناك 200 أسرة سيتم توزيع عليهم هذه اللوازم المدرسية. تأتي هذه المبادرة التي اعتادت الجمعية على القيام بها سنويا في إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن مشاريعها الإنسانية لصالح الأسر المحتاجة داخل دولة الكويت. كعادة جمعية الهلال الأحمر الكويتي إدارة المساعدات المحلية توزيع مجموعة من المواد المتنوعة لهذه الأسر المحتاجة داخل الكويت. يعني الآن موسم المدارس، فهناك مواد قرطاسية ودراسية لتخفيف عن هذه الأسر وإسعادهم الحقيقة بالتعايش في كل مناسبة، خصوصا مع افتتاح المدارس الآن. بدأنا اليوم بتوزيع القرطاسية على الأسر المتعففة من أرامل، مطلقات واحتياجات خاصة، مرضى، معاقين، ضعفاء الدخل. القرطاسية تتكون من كرتونين جميع الحاجيات حق الطلبة المدرسة، من دفاتر، من كراسات تلوين، من أقلام. جمعية الهلال الأحمر الكويتي تؤمن بالتعليم وأهميته في نهوض المجتمعات، فجاءت هذه المبادرة لتشجيع الطلبة ورسم الابتسامة على وجوههم وهم يحملون مستلزماتهم المدرسية أسوة بزملائهم الآخرين. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.